أسوأ الوظائف في العالم. أحياناً ما يكون رضا الشخص بما يقوم به من وظيفة أمر يغفل عنه الكثيرون لدى تقدمهم لطلب الوظائف، حيث يشتغل هؤلاء أي وظيفة كانت من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، وكذا لتوفير المأوى والملبس وكل مستلزمات العيش الكريم. ومنه تجدهم أحياناً يخوضون غمار وظائف تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لمعظمنا، وظائف قد تكون خطيرة في حد ذاتها. في فيديو اليوم جمعنا لك عزيزي المشاهد قائمة بأسوأ الوظائف في العالم الآن، والتي ستجعلك بعد مشاهدتها إن لم تكن تشغل إحداها مسبقاً تتوقف عن التذمر وتنظر إلى الحياة بنظرة إيجابية، كما قد تجعلك حتى شكوراً بما لديك. رقم 1، متذوق طعام الحيوانات. بينما يستمتع بعض الناس حقاً بتذوق طعام الحيوانات من أجل كسب عيشهم، فإن هذا بدون شك يثير التقزز في معظم بقيتنا. تتضمن هذه الوظيفة تناول كميات من طعام ومنتجات الحيوانات، مما ينجم عنه خطر التعرض لتسمم حاد. من أجل أن تكون ناجحاً في أداء هذا الدور، يجب أن تكون لديك حاسة تذوق ممتازة، وأن لا تبتلع أي شيء عدا كرامتك. رقم 2، منظف المراحيض العمومية والمتنقلة. يقوم هؤلاء العمال الشجعان بتنظيف المراحيض العمومية والمراحيض المتنقلة بشكل يومي، يستخدمون في ذلك خزاناً وخرطوم شفط، وتقتضي عليهم وظيفتهم شفط كل الفضلات التي تحتوي عليها هذه المراحيض، بعد أن يقوموا كذلك بالتقاط كل أوراق المراحيض المستعملة والملقية على الأرض. يعمدون إلى تنظيف المساحات التي قد تكون اتسخت، بما في ذلك جدران المراحيض، وهنا يأتي دور خراطيم المياه ذات الضغط العالي. ومن هنا أيضا يمكنك تخيل كل ذلك القدر من الارتداد للمياه والأوساخ على حد سواء من الجدران لدى تسليط مياه الضغط العالي عليها. رقم 3، مزيل جيف الحيوانات النافقة من الطرقات. ويواجه كل من يشغل هذه الوظيفة مهمة مثيرة للتقزز، تقتضي جمع جيف الحيوانات الميتة من الطرقات والتخلص منها، كما أن عمال هذه الفئة لا يدرون أبداً ما قد يجدونه هناك ملقياً على الطرقات، بما في ذلك حركة المرور. إن كانت سريعة فهي ستشكل خطراً إضافياً، كما يجهلون المدة التي بقيت فيها جثة الحيوان النافق ملقية هناك لتتعفن. لذا لا يسعنا سوى تخيل حجم الرائحة الكريهة التي يتعامل معها هؤلاء المساكين. رقم 4، منظف قنوات الصرف الصحي يدوياً في بعض المناطق من العالم، خاصة في الهند. قد تكون بعض الوظائف رذيئة وبعضها الآخر قد يكون كريهاً، وما يميز هذه الوظيفة هنا هو أنها تجمع بين الأمرين معاً. يقوم العامل هنا بالانغماس كلياً في قنوات الصرف الصحي المسدودة من أجل تنظيفها وجعلها تعمل بشكل طبيعي من جديد. وما يسوء هذه الوظيفة أكثر هو أن العامل هنا لا يستخدم سوى يديه ولا يستعين بأي آلة شفط أو ما شابه، بغض النظر عن الروائح الكريهة والحشرات التي تعيش في مثل هذه المناطق. يعرض العامل هنا نفسه لأمراض خطيرة، خاصة الأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية. رقم 5، منظف ساحة الجريمة. هذه وظيفة لا يطيقها سوى الأشداء، حيث يعتبر منظف ساحة الجريمة مسؤولاً عن جعل الأمور تبدو جميلة من جديد بعد وقوع جريمة ما أو حادث ما راحت ضحيته نفس بشرية. يتضمن أداء هذه الوظيفة إزالة بقع الدماء والأطراف البشرية وسوائل الجسم وبعض الأمور المقززة الأخرى من ساحة الجريمة. يتعين على كل من يرغب في أداء هذه الوظيفة أن يمتاز بشدة التحمل، حيث قد يستغرق الأمر ساعات طوال من أجل تنظيف الساحة، كل حسب سوء منظرها ووخامة الجرم الواقع فيها. رقم 6، مختبر الروائح. أن تستنشق قدراً كبيراً من روائح الجسم الكريهة لأمر يجعل معدة معظمنا تتمخض. هذا قد يكون حالنا جميعاً على خلاف مختبري الروائح الذين ستفاجئك معرفة كونهم يقضون أياماً كاملة وهم يشتمون الإبط وروائح النفس الكريهة وحتى روائح الأقدام. تعمل بيتا جونز وهي شمامة إبط لدى شركة إنتاج مزيل روائح الجسم العالمية الأسترالية،
وهي الشركة التي تطور منتجات دوف ولينكس، وتقول لنا: كان الأمر غريبا في البادئ، لكن بعد أسبوع اعتدت عليه وصار طبيعيا جدا. رقم 7، مراقب الأسطح المطلية حديثا. يتلخص عمل هذه الفئة حرفيا في مراقبة وحراسة الأسطح المطلية بالدهان حديثا حتى تجف، ويتجلى الهدف من هذه الوظيفة هي مراقبة كيفية تغير لون الطلاء ولمعانه مع مرور الوقت من أجل التأكد من كونه يدوم طويلا. ما الذي قد يكون مملا أكثر في هذه الحياة من الاستمرار في التحديق في حائط فارغ لساعات؟ إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم من أجل أن نستمر في نشر فيديوهات كثيرة.